إثبات ما حقه الحذف، إثبات عين الفعل الأجوف عند الجزم. يترتب عند جزم المضارع الأجوف التقاء ساكنين، الساكن الأول هو الساكن الأصلي في عين الكلمة، والساكن الثاني هو علامة جزم المضارع، والعربية لا تجيز التقاء ساكنين، من أجل ذلك يحذف الساكن الأول عين الكلمة. ويتضح خطأ إثباته في الأمثلة الآتية: الوزير لم يقال، وصحيح القول لم يقل، بحذف حرف العلة وفتح ما قبل آخر الفعل للدلالة على الحرف المحذوف الألف، ومثله أيضاً لم يحتاج، وصحيح القول لم يحتج، لم تنصاع لأوامره، وصحيح القول لم تنصاع، لم يعتاد عليه، وصحيح القول لم يعتد، بحذف حرف العلة وفتح ما قبل آخر الفعل للدلالة على الحرف المحذوف الألف. ومن ذلك أيضاً قولهم لم يعيش، وصحيح القول لم يعش، بحذف حرف العلة وكسر ما قبل آخر الفعل للدلالة على الحرف المحذوف الياء. ومثله أيضاً لجنة النزاهة لم تحيل الملف، وصحيح القول لم تحل. ومن ذلك أيضاً قولهم لم يروق لمجلس المحافظة، وصحيح القول لم يرق، بحذف حرف العلة وضم ما قبل آخر الفعل للدلالة على الحرف المحذوف الواو.